فكومبوزيشن نعمل الآن public، بنعطي اسم مثلا خلينا نسميه النمبر دكتور هاي باكج. 10 من هون نمبر، نشوف كيف نكبر الخط هون. فكر كنا نعمل كنترول بلس، صدق انا حاول كبر الخط. حدا بيتذكر كيف نكبر الخط؟ الناسي صراحة، زمان ما عملتها. لازم نعمله من دكتور، نعم. من لائحة ويندو في إشي اسمه إديتور، منه بنعمل زوم إن أو زوم أوت. انا عم ببحث، انا هسه عملتها بس عملت مره واحده، بدي اعمل كمان. هي المفروض كنترول بلس بلس، بس مش ظابطه كنترول بلس بلس. مش كنا نعمل زي ما كنترول. هاي زبطت احسن هيك. أوضح دكتور. اوكي تمام. فبنعمل public class number، الان بدنا نضع فيه اللي هم ال integer مثلا ال value private integer value، وإضافة إلى private integer اللي هو limit. من ضمنه هذا نعمل، مثال نعم الساعة صح؟ مثال الساعة. جيد، ولا بدكم إشي ثاني؟ يعني يا ريت دكتور تبعث لنا سيناريو إشي، كيف؟ يعني سؤال مكتوب إنه كيف نميز منه علاقة الكومبوزيشن مثلا. هو موجود كان بالصداقة، بدي اكتب المثال السابق، بدنا نبرمجه سوا، نعمل تو كلاسز ونعمل كومبوزيشن. تمام دكتور، بس القصد إنه يعني مش راح يكون بس مثال الساعة عندنا. مثال ثاني ممكن افكر مثال ثاني الان يعني، بس انه الساعة كان على اساس انه سريع اني اكتبه يعني. تمام دكتور، لا يعني قصد انه تبعث لنا اياه بعدين، ترفع لنا اياه مثلا مثل احنا. الكود نفسه؟ لا دكتور، المثال أمثلة ثانية يعني. ماشي. public number اللي هو constructor، نعطيه قيم، يأخذ قيم مثلا اللي هم ال integer مثلا value،
وانتجر ليميت نسمى this value equal value of this limit equal limit نسمى بحاجة لل اللي هم عملية الست مثلا الست والجيت مثلا public دكتور برا برا لازم يكون. برا الإقلاص صح public public void اللي هو ال الست والجيت ما في داعي لما ناخذ قيمة بعدين بنصير نعمل ال نصير نعمل ال أخذت الانكريمنت الفاليو، الفاليو لا دكتور لازم نعمل عليها تشيك صح؟ بصير نعمل من هون يعني اذا بدنا نضيف عليه بس عامل الوقت لانه بدي اكتب بسرعة الكود اذا بدنا نكتب void increment مثلا ال increment نعمل increment نعمل increment لمين احنا الان نعمل increment لل value المفروض increment كل مرة نادي increment يزيد عليه واحد الان ال increment لل value حيكون ايش الان value equal value equal اللي هي value plus 1 value plus 1 والكل بناخذ لمده الليمت هيك هاي نضيف عليه واحد الليمت حطي بهذا الشكل الان لان نرجع القيمه الفاليو صح اذا بنرجع الفاليو مثلا نعمل ال public string مثلا get value الآن نعمل return لما نسأل القيمة هل هي أقل من زيرو أقل من 10 لا if value أقل من 10 نعمل return اللي هو ال empty string زائد ال value ريتيرن زيرو لازم مع الفاليو لأنه أقل من 10. صح زيرو هناك نعمل ال هناك نعمل ال else return اللي هي ال empty string زائد value اوكي هاي في شيء ثاني نعمل بهذا الكود نمبر بدي اخذ ببساطة بس عشان نعمل مثال composition إذا عندنا الـ value وعندنا الـ limit وعندنا الـ constructor وعندنا الـ increment وعندنا كمان اللي هو الـ إذا هذا الـ value لأن نعمل كلاس ثاني نعمل كلاس ثاني اللي هو الآن الـ كلاس ثاني اللي حيكون فيه كمان ال بدناش يكون في ديا بابليك نسميه ال 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 او ال ديسبلاي مثلا كلوك ديسبلاي كلوك ديسبلاي كلوك ديسبلاي بدي يكون فقط بهذا الشكل الآن بدنا نعمل فيه اللي هم الفيلز تاعينه بدنا ناخذ فيلز من وين من كلاس ثاني كون نظم احنا هذا كم نحن نفس المشروع ما في داعي نعمل امبورت ماشي لو انت لو انك بدك تعمل باكج اخر بدك تعمل ممكن تحتاج تعمل امبورت بس كونك انت نفس الباكج ما في داعي تعمل امبورت فالان بنعمل اللي هو بابليك او بنخليه برايفت برايفت بنعمل نمبر برايفت نمبر الان مثلا اورز وبرايفت نمبر اللي هو ال minutes لا فالآن في عندنا two fields هم ال hours وعندنا ال minutes الآن ال clock display بده constructor
public اللي هو clock display، ديفولت راح يكون. clock display. الآن بدنا نعمل اللي هم نحجز اللي هي hours. ليش تكون انا هون اكتب اوز ايش؟ مين equal بتذكر؟ new نيو، وننادي number النمبر، number نعطيه اللي هم الاوز اللي يكون 24. هي الفاليو بالاول والليمت ولا ايش كانت؟ الأولى كانت الفاليو كانت أول value الفاليو. دكتور value الأولى كانت عفوا بعتذر. الآن numbers اللي شوف شو القيمة انه هون اللي كان number اللي هو value limit، بنعطي قيمة مثلا نحتاج مثلا خمسة على أربعة، خمسة مثلا وال 24 نمبر اللي هو المينتس حيكون عندنا ايش؟ 55 و 60 60. ليش كمان لازم نعمل اللي هو الآن بدنا نطبعهم نطبع الساعة بدنا نعمل الآن أنشأنا الأواز والمينتس الآن عشان الآن كلوك بيصير عن الانكريمنت الآن، نادي الانكريمنت إن كان أورز أو كان مينتس الآن. public اللي هو get، هنسميه get time، نسميه public string. public string get time return اللي هو ال hours to get value hours dot get value income زائد النقطتين هذول زائد اللي هي ال minutes get value. في شغلات
ليش ما اعترض عليه اللي هو الآن الـ good value as string يعني. دكتور ممكن يعني لازم نحجزها في variable مثلا قبل، بعدين نعمل return لل variable. get file ذا type string I get value string في error هون تقدر تكون كابيتال ممكن؟ لازم كابيتال سترينج. لازم تكون capital S بس انتبهت لها كان في ايرور هسه مش الحال ايش طلع هذا هون صار عندنا تو كلاسز نفس الوقت ماشي بس احنا بدنا شيء هذا احنا بدنا ال ال ايش كمان نعمل نضيف عليه الوقت مثلا يكون عندنا ميثود هي موجودة بالنمبر صح؟ انه تعمل تشيك عليها اذا كانت اجتازت الليمت او لا عشان نعمل انكريمنت. مظبوط يعني دكتور هون ممكن طيب بالانكريمنت نفسه صح؟ بس احنا ما عندنا قدرة نعمل ست مش عاملين ست لهذول القيم للفاليو لازم نعمل كمان ميثود تعمل ست للفاليو اذا شئنا صح؟ هون اه لا عشان لما نغير وقت public void set فاليو value اللي هو مثلا انتجر integer فاليو value بنغير القيمة نكتب مثلا this dot دكتور لازم value تعمل تشيك بالأول انه اذا كانت الفاليو هاي اكبر من صفر او يعني اقل من الليمت نعمل سيت للفاليو. نعملها بالمين نعملها بالمين بس انا مش هاي الكلاس الان بس هاي فكره الكومبوزيشن اللي هو في اللي هو الكلوك ديسبلاي عم بيستخدم الممبرز تاعونه من مين من كلاس ثاني هاي هي الكومبوزيشن فاين انا ستينك تايم بدنا كمان ميثود للتايم هون كلوك ديسبلاي مثلا بابليك فويد public void اللي هي انا اسميه clock tick زي هيك مثلا زيادة الوقت الآن بدنا نسأل if minutes dot get value ايش بده يكون الان اقل من 58 مثلا 58 صح نقدر نعمل الان minutes ايش كان الفانكشن الثاني بالنمبر اللي هو increment فبنقدر نزيد واحد مظبوط if minutes الآن بنقدر نزيد واحد على الدقائق الآن إذا كان else إذا كان أكثر من 59 إيش نصير لنا الآن بدنا نزيد على الساعة الآن بصير عندنا hours dot increment صحيح نضيف على الأوز واحد ونفس الوقت الآن نيجي عند المينتس دوت ست
value is zero. نرجع نصفرها. صحيح الكلام هذا ولا لا؟ فكروا فيه الآن. مش ضروري نلتزم بالكود اللي شفناه سابقا، مش ممكن نكتبه احنا بطريقة ثانية. في عندنا هون ايرور. الجيت فاليو سترينج دكتور ما عرفناه ولا كيف؟ نجد فعلي عملناه string. هايو سترينج ما لازم عملنا ثنتين، واحدة get value string واحدة integer، أو نعمل واحدة print واحدة نعملها get، واحدة نعملها خلينا نسميه هذا print. ماشي، اللي هذا print. بعمل واحد ثاني ايش اللي هو public اللي هو int get value اللي هو return value، رجع القيمة. هيك حيشتغلنا الآن. فأنت الآن بدك تعمل كلوك تيك، إذا كان المينتس دوت جيت فاليو أقل من 58 بنضيف عليه، بنضيف نعمل اديشن لواحد. إذا كان لما يصير 59 هذا بيكون فولس، فبيجي عند الأول انكر بضيف على الساعة واحد، تمام، والمينتس برجعها لمين؟ برجعها لزيرو. تمام هيك؟ لا بدنا كمان كلاس. ليش؟ نعمل تيستينج لهم كلهم. انا نسمي هذا بده يكون في مين، نعمل تيك هون مين، نعمل هون تيست كلوك. لا نسمي تيست كلوك. هاي فينش، هاي عمل كلاس جديد. الآن هون من نعمل في إيش أول خطوة نعمل؟ من نعمل الآن اللي هو ال public مثلا إيش اللي نعمل اللي هو public clock display إيش نعمل؟ طب ناش public خلي، دكتور جوا المين ليش اللي اكسس من لا الديفولت ما بدي اشيل، بدي شلتها. كلوك ديسبلاي خلينا نسميه مثلا ماي كلوك. ماي كلوك ايكوال نيو ماي كلوك ديسبلاي. كلوك ديسبلاي الان احنا بنعطي اشي للكونستراكتور هون ولا لا؟ لا دكتور فاضي ديفولت هو معطيه قيم هون نمبر، أعطيته الساعة الآن. هو المفروض ناخذ ساعة الجهاز، بس أنا بلشت هيك من عندي مثال. ممكن نمبر 5 24 مثلا زي هيك، مثلا خلي هاي مثلا هاي كمان هلي مثلا 8 مش ليش زي هيك الوقت الحالي. ماي كلوك ديسبلاي ترجمة. انا انشأ الماي كلوك الان بنادي الكونستراكتور بيضع القيم الان، بس ضل عندنا النادي فانكشن اللي هو ايش النقطة اللي هو بالتايم اللي الطباعه اللي هو الجيت تايم، بالتايم بدنا نعمل الكلوك تيك الان. اول خطوه ممكن نعملها الان مثلا برنت برنت اف سيستم عفوا سيستم 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 دوت اللي هو مثلا ماي كلوك دوت جيت تايم. شوف الآن إذا بيشتغل ولا لا البرنامج. طبعا 58 أوكي، لازم يعمل 0508 صح؟ صحيح. أنت في بده تعديل
عند النمبر، إذا الفاليو أقل من 10، زيرو زائد فاليو لا، عند النمبر احنا عملنا مش كلوك ديسبلاي هون، لا دكتور لازم تستدعي برنت فاليو عند الجيت تايم مش جيت فاليو. احنا عملنا get time هون، ثواني احنا جيت عملنا تايم get time برنت فاليو لازم get برنت time فاليو. get time برجع القيم زي ما هي. طب وال print البرنت راح يصير يطبعها بالفورم اللي بدنا اياه. بس احنا ما لنا access للنمبر، احنا بنتعامل مع clock display ما حنوصل لجوا. hours بصير نعمل hours print value، هذا بيشتغل على، لا معناته لحظة في عندنا غلط اللي هو get value، لحظة ثواني دكتور بس ملاحظة، الكود الموجود جوا البرنت فاليو تقدر تحطه جوا الجيت فاليو وخلاص بصير، يعني نقدر نستخدم الجيت فاليو ساعتها. معنى string get time هو بعمل always get value، بيجيب القيمة زي ما هي get value، برجع من integer. لا احنا معناته لازم عملنا هون return في ثواني هون، هاي get time، ثواني get time get value، لازم كتبنا الكود كله هون مش بالنمبر، بالكلوك نفسها. دكتور جرب استخدم البرنت برنت فاليو مكان الجيت فاليو عادي از سترينج. لا بشوف اذا كان المكان صحيح ولا لا، بس يعني هو جيت فاليو برجع قيمه، اصلا بعملها كونكات يعني راح تصير سترينج عادي. لحظة هي انت بتحكي مع ماي كلوك، معناته لازم نفس الكلوك يكون هذا الميثود هون اللي هي جيت تايم. get time بالمين، أنا قصدي يا دكتور على print value، بدال ما نحط get value نحط print value بال clock. هون يعني هون get time خليها دكتور get time. هي لازم get time، الآن get time تمام لازم تيجي، نرجع نيجي لعند ال نيجي عند clock display، ما احنا clock نتعامل مع احنا من clock display، الآن get time برجع قيمة هاي get value، انت بدك تحطه هون hours print display. برنت ما نحط برنت فاليو مكان جيت فاليو. بصير و minutes أيضا هون نصير value، هي بس عشان نضيف الصفر. تمام ماشي زبطت، هاي good time. لأن نعمل التك، نعمل دوران تمام while، بدنا الآن نقرأ من الكيبورد زي كبسة انتر، نكبس انتر يعطينا التايم. نعمل هون import لإيش؟ للقراءة import إيش؟ جافا يوتيل titles dot scanner نعمل scanner هون ببداية سكانر مثلا ريد نسوي سكان
equal new scanner اللي هو ايش سيستم. بدك تتعلم شوية ببرمجة، الواحد مرات بينسى الكود وأمثلة، فمش غلط يكون عندك شاشتين أو شاشة أو كتاب أمامك اللي تشوف فيه الأمثلة وتأخذ منها الكود زيك اللي تتذكر كيف الاستدعاء كيف القراءة، لأن الناس بتنسى عادي، وهذا شيء عادي. الآن ممكن نكتب هون string مثلا input و string input مثلا equals مثلا اللي هو scan dot مثلا next اوكي while input مثلا input مثلا dot equals ايش نعمله؟ كان اسمي مثلا تي، ما دام الانبوت بيساوي تي يعني زي بتحكي زي التك. الان نعمل اوبن براكت، ما دام الانبوت ايكوال تي، هو بدك تقدر تعمل انتر بس اي كبسه بصير بدك. الان تي من تايم مثلا الان والانبوت ايكوالز تي، بدنا نعمل ايش الان؟ نضيف على الساعه واحد صح؟ بدنا نعمل كلوك تك، نيجي عند ماي كلوك، ماي كلوك دوت كلوك كلوك تك ماي كلوك كلوك تك، ومن ثم الان ايش نعمل؟ نطبع الوقت كمان. جرب دي تي. دكتور راح يدخل بإنفينيت لوب. لازم نرجع نقرأ مرة ثانية، سوري لازم نرجع نعمل ايش؟ ريمبو مرة ثانية، ومش الهدف يكون المثال بيرفكت يعني، بس لكن هل كان يقلب الساعة؟ برا شوف شو كان يعمل هون. 15:58، بعدين يعني ما طبعش 59 صح؟ بعدين طبع 16، بيجي عند ال لازم نظبط 59 هاي اللي وين حتكون عندنا عند ال عند ال clock display clock tick. لازم هي هاي 59، أقل من 58 بكون لازم كان أقل أو يساوي 59. يعني مش حيكون شكل وظيفي كثير البرنامج، لكن يعني هذا ال تنطاطي تي انتر 59 تي انتر عم بيزيد صح؟ نشوف اذا بضل، يعني هو المفروض يكون نعمل بطريقة افضل من هيك، يعني بدل ندخل حرف ممكن نعمل ثريد سليب. ثريد سليب تعطيه للوقت مثلا، نعمل بدل ما ظلنا ندخل الوقت، بس نشوف اذا شغال. لا معطينا الآن 58 59، معطينا ايش الآن؟ 6 صحيح صح؟ شغال الآن، إذا معطينا 601 شغال ممتاز. بس تحملوني شوي، بدي أعمل تشيك على النت لشغلة اللي هي
اوكي، ممكن هون بدل الانبوت هاي نعمل ايش احنا الان؟ نكتب thread dot، لا انا شتت thread، يصير مثلا 1000. الآن بده هذا نشوف الإمبورت تبعه. أوكي. لازم نعمل هون import عشان الثريد تستخدمها، بدك الى الثريد طبعا حاطها ايرور لانه هاي بعتبر اكسبشن، بعدين بحكي لكم عن موضوع الاكسبشنز. لازم تكتب هون try لنعمل catch. بس اوكي بعدين هذا مطلوب. هون ترو ما يشتغل، هو عم بقلب على الثواني بس، هو لازم يكون على الدقائق بس. انا عشان السرعه لتوضيح المثال عملت لك هذا الشكل. فالثريد سليب شغال، فتقريبا الثريد سليب 1000 بيعطيك تقريبا يعني 1000 ملي سكند بحدود، يعني 1 سكند. طبعا ممكن تحسن على البرنامج، تعمل كلير سكرين، تعمل ديجيتال ديسبلاي، بس هو كمثال على على الكومبوزيشن. أي مثال شغال؟ أي سؤال؟ أي سؤال طلاب؟ لا دكتور يعطيك العافية، بس بده والله شوية تركيز. هذا مثال بشكل عام
وتكون سهل يعني. ايش وين الصعوبة فيه؟ اي نقطة يعني؟ كل الفكرة انه كيف نستخدم. احنا جمع جمع أنا عرفنا كلاس نمبر في الفاليو ليميت، واللي استخدمناه في الكلوك ديسبلاي انه الفيلد هنا هو اوبجكت من كلاس ثاني. هاي الفكرة بالمثال، هنا هاي الفكرة اللي كانت عندنا هون. دكتور، يعني لما يكون في عندي خصائص متشابهة مثلا بستخدم فكرة الكومبوزيشن. بدي أعرف لا مش خصائص متشابهة، أنا الآن أساساً أنه عمل يعني هو طريقة استراكشر للبرنامج، لأن النمبر ديسبلاي هذا شو فكرة ممكن نستخدمه بكلاس ثاني مش بس كلوك ديسبلاي، ممكن يكون عندي استخدمه للأيام السنة. هذا قصدها، إنه إذا كان في الفيلد متشابه يعني بيستخدمه بأكثر من مكان. هاي الفكرة، أنا بصمم بكلاس وبقدر استخدمه في مكان ثاني. أنا هيك قصدي دكتور، يعني هذول في متشابهات بين أكثر من كلاس. نعم، فهنا بصير مثلا نمبر بدل ما ممكن اعمله مانث، بصير عندي الليميت مثلا اللي هي ايام الشهر بالاسبوع 30 اعمله، او 31 مثلا، او ممكن اعمل مثلا عدد الاشهر بالسنه بيكون عندي 12 وكذا، فبكون ارقام من 1 ل 12 مثلا، فممكن اعيد استخدامه يعني، فممكن يكون عندي مثال لاظهار السنه والشهر وكذا. تمام المثال؟ أي سؤال عليه؟ لا يعطيك العافية دكتور. إذا في أي سؤال أنا واضح جاهز. دكتور. يعني هذا من أساسيات الأوبجكت أورينتد اللي هو الأوبجكت كومبوزيشن. أي سؤال؟ إذا ما في إشي بنكتفي لهون اليوم. إذا ما نصير نلتقي مرتين بالأسبوع، كل يوم محدود هيك شيء قريب الساعة، كل مرة 50 دقيقة تقريبا. جيد هيك؟ كويس دكتور. يعني برمضان بدناش نطيل، وأتوقع التوقيت مناسب يعني هيك. أو دكتور زي هيك أحسن، إنه محاضرة ناخذها إنه نظرية والثانية تكون يعني تطبيق أفضل. يعني نلتقي برمضان مرتين بالأسبوع، يعني 2 و4. آه إن شاء الله. طيب ماشي كويس، يعطيك العافية، شكرا. بعمل أبلود لهذا. يعطيك العافية دكتور. شكرا، يعطيك العافية دكتور. يلا السلام عليكم. عليكم السلام.